Mendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Mendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz, yurtsuz, cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Yersiz, yurtsuz, cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Güneş benim, çarpen cüşe sırlar benim. Zerre benim, güneş benim, çarpen cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. اللي بجراحة أبدا، خاصة إذا في بإيده أداة حادة. حاسة بشي غريب؟ بعد شوي رح تفقدي وعيك، وبعدين رح تموتي يا حلوة، ورح تضلي بالظلام للأبد. فيروزة عزادة، تمام تمام، لحقيني بسرعة، بترجعي واهدي، لحقيني لازم نروح. يلا مين هالزلمة؟ مين بيكون؟ لك هذا حرامي؟ منين جاي وشو بده؟ شو قصته؟ ما بعرف، بس رح نعرف مين هو. شرط تعرف جزائر؟ وشو راح تعمل بعدها؟ أهلين وسهلين أتيش، تعال عود، في شي بدنا نحكي معك. أهلين أتيش. أهلين ابني. أهلين فيكن، وأنا بدي أحكي معك على انفراد. لكن اسمحوا لنا، خليكن لحالكن. يلا امشي. يا ابني عمي، شو عم تحاول تعمل؟ شو مشكلتك مع ابي؟ انا كان بس بدي اياك انه تعرفه على حقيقته، والظاهر هو اجى لعندك. مزبوط اللي قاله؟ انت حاولت تقتله؟ ما في داعي اني احاول بهالموضوع، وانت بتعرف اذا كان بدي اقتله بقتله فورا. يا عمي قلت لك 100 مرة، هذا الزلمة مسكين بيعيش بمزرعته وبيربي حيوانات وبيزرع أرضه بأوقات فراغه، أنت شو بدك منه؟ ماشي، المساكين بفرنسا بيكون عندهم هاي المهارات، ولك انتبه، هدول أنسب الأشخاص ليكونوا عملاء وخونة كمان، فتح عيونك وانتبه منيح.
الزلمة شاطر باستخدام السلاح وبيقدر انه يدخل اشتباك بسهولة. فتح عيونك بس افتحهن. ما رح احكي كتير هلا اتيش. هذا الشخص التافه يلي عم تقله ابي هو زعيم المنظمة اللي قتلت ابوك الحقيقي، عم تفهم علي هلا يا ابني؟ يعني مو فيروزة؟ رجعنا على نفس الاسطوانة عن جديد. انا ما عم بفهم عليك، امبارح قلتلي انه كايكجي اللي قتله، واليوم بتقلي ابي اللي قتله. ماشي، انا حكيت مع هزامات وقلت له يداهموا بيت باسيليوس ولقوا بخاخ الربو بارشيف المنظمه واخذوه لحتى يطالعوا البصمات. اذا بتحب خليهم يجيبوا لك اياه، ورح نتواجه سوا مع قليل هالشرف يلي بتنادي له ابي يلي اسمه باسيليوس، وانا رح اثبت لك هذا الشيء. مين هو صديقنا؟ مو هاد بيكون رفيق الرئيس؟ ليش كل هالاحتياط؟ وليش هالخوف؟ هذا الزلمة موجود أساساً بقائمة كياكجي، يعني هاي الاحتياطات مو لإلنا، لكياكجي. هون ليلى خانم؟ تمام، دمير انت استناني هون. امرك يا خانم. سهيلة، بردة القهوة. كنت عم رتب اغراضي جوا. يعني معقول اول يوم ببيتنا تنشغلي بترتيب اغراضك وتتركيني لحالي؟ اللي عم تفكر بشي تاني يا روحي. واضح علي هذا الشي مو. بما اني ست البيت خليني شوف مين على الباب. Thank you.
أختي أنت شو عم تعملي هون؟ سهيلة ليكي لا تخليني جن عليكي. أنت شو عم تعملي هون؟ ها؟ ليش أنت هون بهاد البيت؟ كيف بتضبي غراضك وبتتركينا وبتجي على بيت هاد الزلمة؟ ردي علي شو عم تعملي هون سهيلة؟ يلا امشي رح نروح من هون قبل ما يسمع جزاير باللي صار. ما عاد روح على مكان. هلأ هاد بيتي أختي. شو هاد اللي عم تخرفيه أنت سهيلة؟ بيت شو هاد اللي عم تحكي عنه؟ امشي معي. ليلى أختك بدها تضل هون معي، ما فيك تاخديه غصبا عنا لو سمحتي. مين أنت لحتى تتدخل؟ خليك على جنب أحسن لك أورهان. ها؟ مو أنت اللي خنت جزاير وطعنته بظهره؟ شو قلي؟ وكمان ضحكت على هاي البنت؟ عم حذرك بعيد عن عيلتي، فهمت؟ امشي معي رح نروح. ليلى يلا استعجلوا بسرعة يا جماعة. عم اخسر ابني يا آزادة. ما رح يصير شي لابنك صدقيني، بس تنفسي واهدي. مرجان؟ مرجان بخير، بوراك اخدها لعند ست جوليندا. انت اهدي وتنفسي، ما تخافي رح تكوني بخير. تمام؟ عمي انت وعدتني رح نحكي معه. بس نزيل شو؟ الأبطال الخارقين ما بيقدروا يهربوا بدون ما ياخذوا الأقنعة؟ بس ما يوقفوك بالمطار وانت هربان. ليك بدي أسألك سؤال، هلأ هالبدلة اللي لابسها والشوفير والسيارات والحراسة يبدو انهم عم يربحوا كتير بفرنسا، مو هيك يا آتيش؟ ها؟ احكي يا باسيليوس، اشرح لنا لنشوف. قل لنا مين هو، مين هو اللي قتل أبوه الحقيقي لابنك المعنوي؟ عم اسمع. ما عندي نية لأي حدا، أنا بس بدي ابن أخي يعرف الحقيقة، عم تفهم؟ هذا تأخر ليكون صاير معه شيء. بس نحنا ما طلبنا حلو. هاي الضيافة يا خانو. Thank you.
في شي غريب عم يصير. مليكة شو عم تعمليو؟ فينا نحكي شوي؟ انت كيف وصلتي لهو؟ لحقتي إشارة تليفوني مو هيك؟ بعرف إنك مشغول بس ما رح آخذ من وقتك كتير، رح قلك شي واحد وروح. مو هاد الوقت ولا المكان المناسب، رح إجي دغري بس خلص شغلي. أنت معك حق هزمات. مو مكانه ولا وقته هاد الحكي مليكة، فهمي علي، روحي هلا بسرعة. هزمات تعال معي يلا بسرعة. مليكة مليكة روحي يلا بسرعة. مليكة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. شوفي رح اجي فورا، خليكن جاهزين ما بطول. في تسريب غاز، فضوا المطعم بسرعة. بسرعة بسرعة. مليكة ما رح اسمح لك تهرب من هالبلد، ورح تتحاكم، ويكون بمعلومك المنظمة والشرطة والكل صار عندهم علم، فما رح تقدر تهرب. تتذكر جان لوك وقت كنت رح تنتحر مرة وأنا لحقتك وأخدتك على المستشفى؟ قلت لي وقتها أنك مدين إلي بحياتك، إجا وقت تسدد دينك، خليني روح يا جالوك. تركني روح وأنا راح أشرح لك كل شي صار بوعدك. بظن مو هو المدين لألك يا سيد باسيليوس، أنت مدين لألو بأب. طلع فيني يا قليل الشرف. بدك تقلي هلأ اسم كايكجي الحقيقي ومين بيكون ووين بيكون، بدك تحكي كل شيء. بدك تقلي مين هالواطية اللي قوص أخي وقتله ووين بلاقي هلأ. ماشي رح تعرف كل شيء بدك إياه جزاير تورك.
رح خبرك وين مكان كياكجي، بس بتتركني روح. طيب ليش لحتى أوثق فيك؟ ببساطة لأني الشخص الوحيد اللي بيقدر يوصلك لعند كياكجي يا جزاير، ما عندك حل تاني أبداً. مين هاد كياكجي؟ وين هو؟ على رجليهن أتش! واقف، اهدى، بيلزمنا عايش. اختي انت منيحه؟ ردي علي اختي، انت شو ساويت؟ كيف بتضرب اختي؟ كيف بترفع ايدك عليها؟ ما سمعتيها شو حكت علي؟ هانتني ببيتي. واذا هانتك يعني ما فيك تمد ايدك على مره لو شو ما كانت حاكيه. بالاساس مين مفكر حالك اورهان؟ هي اللي عم اقول لك، هانتني ببيتي. مين مفكر حالك لحتى تضربني؟ أنا ما هنتك، اللي قلته كان مظبوط. ليش ما خنت جزاير من قبل؟ ها؟ أحكي. وكل مرة بتخدع سهيلة وبتكذب عليها، مين اللي بيعرف إذا ما عم تكذب على مرتك مشان تشوف سهيلة؟ الخيانة والكذب عم يمشوا بدمك، رح آخدها معي هلأ. كلامك هذا ما بيهمني، اوعك تجي على بيتي مرة تانية. تفضلي بعد من قدامي أورهان، ولا رح يصير لك شي مو منيح أبداً. سهيلة انلعي.
مليكة، مليكة أنت منيحة؟ ردي علي. الحمد لله مليكة، ردي علي. عمر، عمر رد. عمر، عمر في، اطلع. عمر، 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 عمر. خلينا نطلع من هون. ماشي مليكة، رح نطلع من هون. قومي يلا يلا. طالعني هزمات. تعالي. عمر، عمر في، عمر طلع فيني. عمر يلا قوم. عمر اطلع. عمر قوم يلا. يلا يلا قوم عمر، افتح عيونك يلا طلع. يلا عمر. يا ربي عمر. مليكة، قلت لك انه بيلزمنا عايش، حياته هلا اهم من موته. برأيي هالبنت عم تكذب، وجزاير كمان. محتاج مساعدتك. بصراحة ما بفهم بهاي القصص أبداً. تعرفني يا ابني، شغلي كله بالكتب مو بالأسلحة. ما قلت لي من إمتى صرت بتعرف تستخدم سلاح؟ تعرفني بهتم بكل شغلة بعملها بحياتي يا ابني، وأنت أهم شيء. عديم الشرف هذا كان عم يكذب علي كل هالسنين. كنت عم أقول إنه عوضني عن أبي، بس طلع هو اللي قتله، وكان جنبي كل هالوقت. خدعني وضحك علي كمان. فهم علي أتيش، اهدى. إذا وسط بتكون خدمت العالم يلي قتلوا لأبوك. وأنا كمان متمني إني أخذوا لعديم هالشرف وأدفنه، بس ما فينا هلأ، منحتاجه. ما منقدر نقتله قبل ما نعرف مين هو كاياكشي. أتيش اسمع مني ونزل سلاحك. نزله ابني. هلأ صار دوري بهاللعبة. روتكاي شيلبي، خدوه على السيارة. رئيس، كلام أتيش صحيح، معه حق. مثل ما لقينا له الواطي، منلاقي كايكجي شي يوم. خلينا نقوصه هلأ. هلأ اعملوا لي قلتلكن عليه. بس يا حبيب، فيروزة؟ فيكي شي؟ ما بعرف أزادة، مشوشة كتير. عم تتوجعي؟ لا. طيب وضع البيبي منيح؟ قال لي الدكتور إنه لازم تضلي مرتاحة، واتصلت بجيزاير بس ما رد. لا تتصلي فيه، بكفي مشاكله اللي بالشغل، مو ناقصه لسه.
قال الدكتور إنه الليلة بدك تضلي هون، فيك تطلعي بكرة بشرط إنك تاخدي إدويتك كل يوم وتضلي مرتاحة. كيف مرجان يا ترى؟ لا تقلقي، حكيت مع جانان اليوم قالت لي إنها منيحة، إذا بدك تطمني بتصلك فيها. ما عم بقدر صدق اللي عم نعيشه آزادة، أنا وإنتي والبيبي كنا رح نموت، وكمان بمسرحية بنتي. ما عم استوعب. منيح إنه مرجان ما لاحظت على شي. ما قدرت شوف مسرحية بنتي، رح حاسبون على هالشي. شو عملت؟ مستحيل، لا اختي بترجاكي ساعديني ساعديني ليلى، بترجاكي ساعديني. سهيلة اهدي امشي. صار ابني بدون اب، انا قتلت ابو اختي. سهيلة اهدي، قتلت ابو لابني تمام. ليلى تمام سهيلة اسمعيني، طلعي اهدي. سهيلة عم لك اهدي، ما عم تفهمي؟ اهدي ما عم تسمعي؟ فهمي بقى اختي، بترجاكي لا تخبري الشرطة ابدا، ما بدي اولاد هنيك. بترجاكي ليلى لا تحكي، ما بقدر اعيش حياتي بس شنو ربي ابني هنيك. بترجاكي سهيلة عم لك اهدي، انت ما قوصتي، انا اللي عملت هيك، فهمتي؟ ما رح تنجحوا ابدا جزاير. قديش بلا ولدني؟ شو اعمل؟ عم يزعجني صوته. كل شيء له وقته، خلينا نوصل لقاتل اخي بعدين اعمل اللي بدك اياه. وهلا خلص سوق السياره منيح، رح يموت بسببك. قلت لك نحن بحاجته، استعجل يلا ابني. روح على المشفى هلا. لا مو على المشفى، بيكونوا بعتوا رجال على كل المشافي، واضح بانهم تخلوا عنه وصار بدهم يقتلوه. رح نخبيه عنا من هون ليتعافى، مشان يقلنا وينه كياكشي. طيب وين رح نخبيه؟ حاليا بالمقر تبعنا. يعني بدنا نحمي اللي قتل ابي. لازم نشوف دكتور منيح. شو صاير لحتى فيك لهالمكالمات عندي؟ شو صار؟ أزادة وبوراك اتصلوا بس دائين شي 10 مرات. بدك اتصل بعمتك؟ ما في داعي، هلأ بينشغل بالي علي. هذا أخي جزاير. أخي؟ خير يا أزادة، اتصلت فيني كتير، شو اللي صاير؟ في مشكلة. صوتك عم يقطش أزادة. فيروزي ومرجان وينهن؟ بالمدرسة جزاير. مسرحية مرجان هلأ خلصت، زعلت كتير لأنك ما أجيت، كنا عم نهديها. لهيك اتصلتوا فيني شي 100 مرة؟ كانت مرجان بدها تحكي معك، وقت ما رديت علينا زعلت كتير لهيك رجعنا دقينا لك. أنت متأكدة؟ ما عم تخبوا عني أي شي مو هيك؟ لا جزاير، مثل شو؟ طيب ماشي، بدي مساعدتك بموضوع مهم، لازم تجي لعندي بسرعة. هلأ خدوا الجثة واستنوا فرع التحقيق ليوصل. يلا فورا بسرعة. ماشي يلا يا شباب، يلا بسرعة ساعدوني. خليك مكانك، انتبه. Thank you.
فيك شيء؟ إذني عم تطني شوي، يعني حالياً ما عم بقدر اسمعك بنوب. لو صار لك شيء ما كنت رح سامح حالي. ما فهمت، فيك تعيد اللي قلته؟ بعرف انك فهمتي وسمعتيني. لو صار لك شيء ما كنت رح سامح حالي. فيروزة ليش كذبتي على الجزائر؟ طيب هلا رح يفكرني كذابة. بعد اذنك دكتور، لما روح لعنده بخبره بالحقيقة. هدول كلياتهم. طيب الدكتور قال انك لازم ترتاحي، ليش عم تخاطري فيروزة؟ لو ما كان في شيء مهم كتير ما كان نادالي الجزائر، وكمان على الاغلب له علاقة بالشيء اللي صار معنا بمسرحية مرجان. طيب والبيبي؟ ابن جزائر تورك قوي بيتحمل. أزادة إذا بدك روحي أنا بسوق. لا بوصلك. انت منيح جزائر؟ مين اللي قوص على هالزلمه؟ على الاغلب انه عيلة كياكجي. الزلمه اللي كل هالوقت ونحن عم نسعى لننتقم منه، هلا بدنا نساعده ليعيش عن جد جزائر؟ موته بينفع اعدائنا، لهيك لازم يعيش، نحن بحاجته هلا. نزلوا لتحت. بس تتافل لي تحت يا ريس. حطوا تتفللي بالحمام. حكيت شي مع هزامات؟ ليش شو اللي صاير؟ لك شو صاير حكولي يلا. تذكر حكيت انت وعطاكان عن زلمة بيعرف كايكجي؟ ايه ليش؟ ها جماعتنا حكوا معه مشان يلتقوا وحددوا مكان المقابلة. عطاكان، ليفانت، سنينان، كلهم كانوا هنيك عم يستنوا، حتى زليخة ومليكة. واللي صار انه كايكجي عرف مكان المقابلة بالأول، قتل الزلم اللي اسمه سجاد، وبعدين عمل كمين بالمكان اللي فيه جماعتنا. حدا منهم انتزة؟ لا كلهم مناح، بس احكي. خلصني عاصم قول. الضيافة سائقة عندكم يا نبض القلب. رح علمكم كل شي بيتعلق بهالقصة عن قريب، يعني بس اطلع من هون رح اجيبكم لعندي وعلمكم كرم الضيافة خطوة خطوة، رح تشوفوا كل شي. بالعادة الضيف ما بيسأل عن الضيافة، ما هو اكتتف للي. برأيي ما في داعي حدا يعلمك. آها لقيت أول ضحية، وبوعدك أول ما أطلع من هون رح تكون أنت أول واحد بستضيفه عندي بالبيت قربان، كمان رح أطعميك كافيار على الغداء. بابا شو رأيك هلأ أوص على ركبته أو شحمد إدنه؟ بس يسألوني بقلن أوصت بالغلط وأنا عم نظف السلاح ضغط على اللزنات، بيصدقوني. شو هالفكرة الحلوة؟ يعني عن جد فريقكن رائع، عوضتوا السوق لضيافة بهالكم نكتة الحلوين يلي قالن هلأ ابنك قربان. فكرة حلوة بشحمة الإدن. طيب ذكرني لما أطلع من هون. إيه ماشي.
ها وصل ضيفنا الجديد هلا. الرئيس قال ناخذ هذا الواطي على الحمام. واطي؟ ما قلت لكم انه فريقكم رائع؟ يعني كل مره بتفاجئوني. مين هو الضيف؟ رح ياخذ مكاني؟ يعني هو شخص كتير مهم؟ لا تتدخل بشي ما بخصك تانسو. حلو، انت اقل واحد بيحكي، بس عن جد لما تفتح تمك بيطلع منه كتير حكي. برافو جامبيرك. طيب وهلأ مثل ما قالك جزائر، خدوا هالواطي على الحمام. يلا يلا تنسوا بيك تعال.